بصراحة عروض أنا. الأستاذ عصام كان يحكي خلينا نقول تحليل لا مجموعة من الوزراء الجدد. بعض الأخوات طلعوا معنا ومنهم الست هالة اللي بتحكي على موضوع البلديات. طبعا هذا أشاح بنظرنا وخلانا نسلط على نقطة معينة ما حدث بالطفيلة. الدكتور عودة السوالقة رئيس بلدية الطفيلة، وحسب ما ورد على عديد من المواقع ومصادر الأخبار بأنه يقول لك يا عمي أنا لا أتماشى مع ما يصدر عن قرارات من وزارة البلديات، وبالتالي حسب ما وصلنا وهو موجود الآن معانا ضيفا عزيزا على الهاتف، بيقول لك أنا أخذ قرار بحكم كوني رئيسا لبلدية الطفيلة منفصل عن مرجعيتي إلى وزارة البلديات. دكتور عودة صباح الخير، تحياتنا. صباح الخير. صحيح هذا يا سيدي اللي سمعنا أنه في قرارات صدرت عن رئيس بلدية الطفيلة دكتور عودة السوالقة تختلف عن خلينا نقول التوصيات، تختلف عن ما تم تنظيمه، تعليمات الصادرة عن وزير البلديات، وإذا كان هذا الحكي صحيح ليش وكيف؟ لا 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 لا, لا يا أخي، إحنا الوزير منسجم تماما مع طلبات العمال والموظفين. طيب ممتاز، ما في خلاف بينه وبين الوزير. الوزير يعني بده، الوزير لازم الناس تفهم كلامه. قال أنا مع كل طلبة ذولا أبنائنا وأصحابين حق، واليوم علينا حق وواجب ومهمين جدا في البلد. طيب. وأنا شكلت لجنة لدراسة هذه المطالب. طيب. والآن الكرة في مرمى اللجنة. اللجنة الآن يجب أن تنظر بعين الحق والعدالة لإنصاف هؤلاء الناس. يعني أنت استمديت صلاحيات، أنت كرئيس بلدية تقول بأن اللجنة استمدت صلاحيات مباشرة من وزير البلديات تفويضها لحل هذا الأمر؟ أخي هذه في أمور ممكن صندوق ادخار للبلدية ممكن أنا أسويه، لكن ويحتاج إلى نظام رئيسي من الوزارة موقع لي رئيس الوزراء جلالة الملك. يعطونا إياه وأنا بطبق فيه، أنا بناور في داخله وبطبق. إنما أشياء تقول لي داخله أنا بقدر أزيد راتب، أنا بقدر أزيد راتب الموظف، أنا بقدر أعطله وعندي نظام من الوزارة بقول لي لازم يداوم، أنا بقدر أزيد مكافأته لما تكون مكافأة 5%، أنا بقدر أعملها 10%. لا يا أخي، ليست يمكن رؤساء البلديات، رؤساء البلديات محددين بأنظمة وقوانين، لكن أنا مع كل المطالب العادلة ومع كل كلام حق سواء من الوزير أو من العامل النظافة، أنا مع الحق، أنا مع الحق يا أخي. إحنا في عنا أمور بدأ عادة نظر، في عنا أنظمة وقوانين بدأ تعديل حتى نقدر نشتغل. أنا بتكلف، لماذا بقولوا عمال البلدية ما بداوموا؟ ليش بقولوا ما بيبذلوا جهد كافي؟ لأنه ما في تحفيز كافي، ما في تحفيز. طب كيف بدك تحل هذا الموضوع؟ نظام الخدمة المدنية منقوص بس في التعيينات. أعطوهم نظام الخدمة المدنية زيهم وزي الوزراء، أعطوهم أو فصلهم. يعني لما نحكي بقولوا لنا أنتم مؤسسة أهلية مستقلة ماليا وإداريا، مو صحيح. لا مو صحيح، إحنا مؤسسة شبه حكومية. هل صحيح بأنك أنت أهلية واستقلالنا مو كامل؟ لا نحن مع اللحم ولا نحن مع الجلد. يا عمي ما يصير هذا الكلام، يجب أن يكون موقف البلديات واضح. هل يطبق عليه النظام الخدمي أم يطبق عليه النظام خاص للبلديات؟ قوانين خاص للبلديات. أنا التعيين سايق جرافة، سايق لودر، سايق سيارة إلا عن طريق ديوان الخدمة. شو الكلام؟ طيب طبقت عليه التعيين، طبق عليه نظام الرواتب، طبق عليه نظام الحوافز، طبق عليه نظام التقاعد، طبق عليه نظام النقل من دائرة إلى دائرة. لا يجوز هذا الكلام التطبيق المرقوص. وزير البلديات ما قصر، شكل لجنة، وهذه أمور فعلا بدها لجنة. إمتى تشكلت اللجنة يا دكتور عودة؟ صيف الساعة 1:30. دكتور عودة إمتى تشكلت اللجنة هذه؟
سكرت الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي وإحنا قديش صار لنا بس سلافة هذه والمشاكل مع الأنظمة والتعليمات. أشكرك. أنا عتبي على الوزارة والحكومة كلها إنها كان لازم أخذت الإنذار اللي وجهته اليوم النقابات المستقلة والكتب اللي بنبعثها للوزارة بعين الاعتبار وحالتها إلى الدراسة ووعدت الناس أن تجيب جواب. صحيح الوزارة تأخرت في الرد مما دعا العمال والموظفين يطلعوا بالشوارع ويضربوا على الدوام وتوسخ الشوارع. طيب تأخرت تأخر مقبول ولا مبالغ فيه يعني اللي أدى؟ يعني هل العمال ما طولوش بالهم زيادة ولا هم فعلا الوزارة تأخرت كثيرا من الأمر اللي أدى إنهم يعتبروا بأنه ها؟ سؤالي غير واضح؟ وهو اتحاد غير رسمي، ولما تقول هذا اتحاد غير رسمي وبعده ما توافق عليه الوزارة، قالوا احنا لا نريد جهة غير مسؤولة وغير معترف فيها انها تتفاوض معنا. نعم. انا ناديت على جروب رؤساء البادية قلت يا اخوان الكرة في ملعب الرؤساء، تعالوا خلينا نجتمع، تعالوا خلينا نجتمع ونأخذ طلبات الموظفين ونقعد مع الوزير، وزيرنا متفاهم محترف في مهنته يفهم واجبه ويفهم أبعاد وظيفته، تعالوا خلينا نقعد معاه. مع مزيد الأسف أنه هناك رؤساء بلديات عندهم أعداد قليلة، لما تقول عنده 40-50 موظف ما بهموا الإضراب، ما بهموا القضايا البلديات الكبرى. البلديات الكبرى عندنا 12 بلدية، وفي بلدية في منسوانة في عدد الموظفين، يجب علينا نجتمع مع بعض دائما وننسق مع بعض ونقعد ونخفي الأمور بأهمية وجدية ونستمع لطلبات الناس. فالنار النار تأتي من مستصغر الشرر، النار تأتي من مستصغر الشرر، شرارة بتولع غابة. أنا ما بصير أسكت على المطلب الصغير أو الكثير، يجب أني أسكر الثغرة اللي بصير حتى ما تنهد الواجهة وينهد الجدار. شو بدك تساوي أنت كرئيس بلدية؟ شو بدك تساوي أنت كرئيس بلدية مشان تسكر هذه الواجهة؟ أنا كرئيس بلدية كتبت للوزارة، كتبت عن المكافآت، كتبت عن دوام السبت، كتبت عن أمور كثيرة. طيب كتبت وما حداش بقرأ بعدين؟ عمي أنا كأود السؤال لرئيس بلدية، أخاف الله وأتخيه وأستعي على نفسي وأتحمل مسؤولياتي أمام الله. أنا حكيت لرئيس الديوان الملكي، حكيت له في المؤتمرات، حكيت لنائب رئيس الوزراء، حكيت لوزير البلديات، حكيت في كل المؤتمرات. كانوا يطالبون يقولوا زيدوا الواردات، زيدوا العمل، سووا قلت يا اخوان نحن نطلب من انسان ما عنده حافز، موظف البلديه ما عنده حافز للعمل، واما تيجي تقول البلديات ما تداوموا. عمي انا لما تعطيني 200 ليره وتقول لي داوم انت انجز، كيف بدي اداوم؟ طب ما فيش مصاري يا دكتور، ما فيش بالمصيفش مصاري. اسمع انت بدك تستفزني؟ شوي يعني بدك اقول فلان عينوها 3000 ليرة يخسروا يعطوها 500-700 ألف ويجيبوا 2000 منها، وفلان عينوها 13 ألف الشهر يجيبون يعطوها. انا من البداية بدي استفزك مشان تحكي الحكي هذا، كمل فاضل تستفزني يعني؟ بدي اسمع منك. هات اشوف طلع اللي ببطنك. يا اخي ما في عدالة، اول النهار واخر ما في عدالة. موظف موظف مستشار يطيش اي اعلام، عامل بلدية هذا بحفر بيده بتعرض للمرض بتعرض للحوادث. انت بتعرف عندي عامل القص اصبعه من الماكنة؟ بتعرف انه في عندي عامل الان مريض مرض مهنة؟ انا عندي عمال ماكل هوا، تيجي 13 ألف واحد قاعدة على مكتب مستشارة اعلامية ولا الاغاني والرقص، وموظف هناك في الملكية وموظف هناك 13 ألف، ويبقى الرئيس وزراء ياخذ 13 ألف، وعامل عندي باخذ 200 ليرة. اقسم لك بالله العظيم انهم مال الطفيلة بيشردوا من الدوام من شر التنفيذ القضائي. الله يهني بلدية الطفيلة. البلدية طالبهم تفلوا من الدوام، بس وين فلان؟ بقول اتخبى عن الشرطة. 200 ليرة. شكرا يا دكتور عادل. انا عندي موقف لعمال البلدية، نصفهم عانس مو قادر يتجوز، ونص الثاني طلق مرته وبدفع للوزراء. هذا حال عمال عموم عالم.
شكرا يا دكتور عودة السوالقة رئيس بلدية طفيلة، كل المحبة، شكرا لك حبيبنا.